فقدت عبير جاسم زوجها خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل جراء إصابته بمرض التهاب الكبد، وهي تعمل اليوم طاهية ضمن فريق من النساء حصرا في مشغل للأطباق التقليدية في الموصل في شمال العراق، والذي يوفر الأمان المادية لها ولأطفالها الثلاثة اليتامى. أنا أرملة، عندي ثلاث أطفال، ما عندي أي مصدر عيش، وأنا ردت أشتغل حتى ما أحتاج لأحد، وما أريد أحد ينطيني، وما أريد أحد يصدق علي. وتأسس مشغل مذاق الموصل عام 2017 حين وضعت الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية أوزارها، وهو يوظف اليوم نحو 30 طاهية وامرأتين في خدمة التوصيل، غالبيتهن أرامل أو مطلقات. هدف من هذا المشروع أول شيء حتى أطلع المرأة على سوق العمل، ثاني شيء بعد الحرب كثرة والأرامل والمحتاجين، فالمرأة اللي فقدت الولي واللي فقدت اللي عيل عليها واللي ما عنده شهادة، خلينا نكون واقعيين، إذا أهل شهادات قاعدين، ففكرت أي عمل يناسبك يا المرأة الموصلية حتى تطلعين تعينين أطفالك وتكونين قوية. فمدينة الموصل تمتاز بهاي الأكلات التراثية، الكباب العغوق والدورمة، ففكرت بأن أفتح مشروع ونحيي هاي الأكلات وبنفس الوقت أساعد العاملات المحتاجين. وفي مجتمع محافظ وذكوري، شكلت هذه المبادرة بارقة أمل للكثير من النساء في المدينة التي دمرتها الحرب وأفقدت آلاف النساء أزواجهن. هو تشجيع من أولادي الصراحة، وأكو انتقادات واعتراضات يعني من باقي العائلة، يعني تعرف احنا مثل ما ذكرت لك احنا يعني شعب موصلي يعني متقيد بتقاليد الموصلية، فأكيد يعني، بس أنا مصرة على هذا الشغل، وهي يعني حسة شيء من شخصيتي يعني. وبحسب مسح لمنظمة العمل الدولية نشرت نتائجه في تموز يوليو 2022، هناك حوالي 13 مليون امرأة في سن العمل في العراق، ومع ذلك هناك حوالي مليون فقط يعملن.